قلنا كفايه فساد وسكوت، قلنا كفايه فساد وسكوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، قلنا كفايه فساد وسكوت، قلنا كفايه فساد وسكوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، قلنا كفايه فساد وسكوت، قلنا كفايه فساد وسكوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، قلنا كفايه فساد وسكوت، قلنا كفايه فساد وسكوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، قلنا كفايه فساد وسكوت، قلنا كفايه فساد وسكوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، والله كفايه فساد وسكوت، والله كفايه فساد وسكوت. ايوه بقى كده هو، خليهم يسمعوا ويعرفوا ان الله حق. ايوه انا حاسس ان احنا بنعمل حاجه كبيره قوي، بس يا ريت يا داليا، يا ريت صوتنا يوصل بس. أكيد صوتنا هيوصل للناس، مش عايزك تقلقي خالص، ولا أنا اللي قلقان ولا إيه؟ مش فاهم حاجة. علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علوا 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 الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، طب علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، علوا 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 الصوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، علوا 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 الصوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت، علوا 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 الصوت، علوا 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 الصوت، واللي هيكتب مش هيموت، واللي هيكتب مش هيموت. انا مش مصدق نفسي يا طارق، كل الناس دي جت عشان خاطر احمد؟ الناس دي ليها حق محمد وعايزاه، لازم صوتنا يوصل يا دكتور. عندك حق يا داليا، جه الوقت اللي نطالب فيه بحقوقنا بقى يا طارق، حقوقنا وحريتنا كمان. يا حريه فينك فينك، يا حريه فينك فينك، عامل الدوله بينا وبينك، عامل الدوله بينا وبينك، يا حريه فينك فينك، يا حريه فينك فينك، عامل الدوله بينا وبينك، عامل الدوله بينا وبينك، يا حريه فينك فينك، يا حريه فينك فينك، عامل الدوله بينا وبينك. يا اخوانا يا اخوانا، كل بيت في مصر، كل بيت في مصر فيه مواطن اتهزأ واتهان واتقهر من الفساد. كلنا المواطن ده، كلنا الانسان ده، وكلنا بصوت واحد. خلاص خلاص، كلنا مصريين، مش هنسكت، كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا مصريين، كلنا مصريين. لا ياتي يا خسيس، لا ياتي يا خسيس، دم المصري مش رخيص، دم المصري مش رخيص. لا ياتي يا خسيس، لا يا خسيس، دم المصري مش رخيص، دم المصري مش رخيص. لا يا قاتل يا خسيس. نعم محمود، إني أسمعك الآن. نحن الآن أمام مجمع المحاكم، حيث تجمع ما لا يقل عن 1000 متظاهر في مظاهرات سلمية أقامها المحامي طارق الشمالي، تنديداً على ما حدث مع الشاب أحمد آسم في الأشهر الأخيرة، حيث انتشر بعض الفيديوهات على مواقع الإنترنت توضح أنه تم قتله على يد أفراد من الشرطة. لا يا قاتل يا خسيس، لا يا قاتل يا خسيس، دم المصري مش رخيص، دم المصري مش رخيص. لا يا قاتل يا خسيس. العدد في تزايد مستمر يا محمود، حيث أن هذه الوقفة هي الأولى لعدة وقفات ستشهدها البلاد في المرحلة القادمة، وخاصة بعد ظهور تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة أحمد آسم هو الحادث نفسه، وأن تعامل الشرطة معه كان دفاعا عن النفس. إيه دي مظاهرات ولا إيه؟ برضه طارق عمل اللي في دماغه. كل ده عشان الفيديو يعني، مش كده؟ حاجة تحزن. ايه؟ زعلان أحمد آسم ولا ايه؟ أكيد طبعا، مهما كان احنا اتربينا سوا، وحضرتك عارف كده. كلمت عصام ولا لسه؟ أيوه كلمته، كمان شوية نازلين على النيابة. طيب، أنا بعد الظهر هروح على المجلس وبعد كده هعدي على الحزب بالليل، لو احتجت مني حاجة. ده إيه يوم الوطني ده؟ مسيرك تعرف قيمه اللي بعمله ده ايه؟ انت فاكر الناس اللي واقفه في الشارع دي وعامله دوشه هتوصل لحاجه؟ ابدا. دي ناس فاضيه، لو كان وراها شغل او حاجه تعملها ما كانتش نزلت الشارع اصلا. كل واحد شايف نفسه مدير عايز يبقى رئيس من اول خطوه، محدش عاجبه حاله. والشارع عمره ما كان مكان للفوضى والزعيق، الشارع ملك بلد والبلد يعني الحكومه. والظاهر ان صاحبك اللي اسمه طارق ده اتجنن على الاخر. طب الناس يقولوا انا عايز يبقى الرئيس. انا نازل. يبقى طمني بعد النيابه. كريم، انت يا ابني رد عليا. في ايه يا حسام؟ في ايه؟ انت شايف ان كان في حل غير ده؟ اه كان في حل، كنا المفروض نكلم البوليس واحنا هناك. بوليس ايه؟ بوليس يا ابني انت اتجننت، انت عارف البوليس ده مع مين؟ كذب، كل اللي قاله مودي ده كذب. وايه اللي هيخليه يكذب وهو بيفرفر وبيطلع في الروح؟ معرفش بقى. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنستنى لحد ما اوصل لطارق واقول له. وبعد ما نستنى طارق؟ يوه، ما احنا اتفقنا ان طارق لازم يعرف موضوع الفيديو والقتل ده، مش ده اللي كان بيدور عليه. الموضوع كله احمد آسم كان متدبر له، لازم يعرف الكلام ده. بقول لك ايه؟ لو خايف وعايز تسلم نفسك اعمل كده يا كريم. انا مش خايف على نفسي يا حسام، انا خايف على ساره. كلمها. هكلمها بس مش دلوقتي، هتلاقيها عند ليلى. بقول لك ايه؟ هات المطوه اللي معاك. نعم؟ مطوة ايه؟ يعني ايه مطوة ايه؟ المطوة اللي كانت معانا عند الواد مودي. مش معايا. مش معاك؟ يعني ايه مش معاك؟ ليلى عبد العزيز طليقتي. حصل بينكم اتصال قبل الحادثة مش كده؟ مظبوط. مدام ليلى قالت في التحقيقات معانا ان في اخر مكالمه بينك وما بينها كان في خناقه على التليفون، الكلام ده حقيقي؟ ده صحيح، كنا سهرانين في مكان في السقاره واخدت عربيتها ومشيت. يعني ايه مشيت؟ وفي كده؟ انت عايزه تتخانقي وخلاص؟ لا مش ههدى، مش عورتي صوتي. انت فين دلوقتي؟ لفي وارجعي تاني. بقول لك لفي وارجعي تاني يا ليلى، ليلى! ايه ده يا ابني على فين؟ ليلى يعني مشيت هي وكريم زفت. أنا قلت له من الأول لو مش عايز تيجي ما تجيش. طب اهدى بس كده وفهمني في إيه؟ مش عارف قال لها إيه؟ ركبت العربية ومشيت، ولما بكلمها بتقول لي الحفلة مليانة مخدرات وزفت وكلام الفاكس بتاع كل مرة، وديني أجيبها من شعرها. يا عم شعرها إيه بس؟ تعالى سيبني يا إكس، سيبني بقول لك، والله العظيم هتجنن عليك وعليها. يا عم مش تجنن على حد، تعالى. طب أنا هاجي معاك. أحمد آسم قال قبل كده في التحقيق إنك كنت متضايق ومش في وعيك، هو طلب منك إنه يسوق العربية بدالك، بس أنت اللي رفضت. رفضت عشان كنت عاوز أوصل بسرعة. وبعدين كنت عارف قاسم هيمشي بالهداوه عشان يهديني. وبعدين؟ مفيش، خدنا العربيه وطلعنا على الطريق. يا عم اهدى بقى، الناس هتشك فينا، في لجنه على اول الطريق. لجنه ايه انت كمان؟ انا قلت من الاول الواد كريم دوت ما يجيش، اكيد قال لها حاجه عن موضوع فرح. الواد دوت طول عمره هيفضل عيل 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 عيل. ايوه خليك كده تتخانق مع الدركسيون لحد ما تقلبنا ان شاء الله. مفيش حاجه، انا كويس دلوقتي. كويس ايه بس وزفت ايه؟ شكلك مافور اصلا. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهجص ده. عايز خرب بيتك، جبت الزفت ده منين؟ عيب عليك، دول شويه كده كنت مكمرهم وهصرفهم في الحفله، بس انت اولى بيهم، ما يغلوش على عيونك يا عيوني. وانت من امتى ليك في الحاجات دي؟ يا عم انت هتمثل، لو ما عملناش كده غيرنا هيعمل، يبقى احنا اولى بالقرش. ارمي الزفت ده. ارمي ايه؟ بقول لك ارميه. خلاص مش عايز اقول، مش عايز ارميه. بقول لك احسن ارميك من بره العربيه. يلا بقول لك ارميه. لا وما قلتش الكلام ده ليه من الاول يا خالد؟ ما كانش ينفع اعمل كده في قاسم في عيلته، وانا كنت عارف ظروفهم كويس قوي. ما تنساش ان مفيش شهود ياكدوا كل الكلام اللي انت بتقوله ده. الحكايه مش محتاجه شهود يا سياده الوكيل، احمد قاسم مات والبوليس بيجري وراه وتهمته معلومه عند سعادتك. تمام، بس حتى الكلام ده لو صحيح برضه ده ما يعفكش من المسؤوليه والحادثه. وبعدين ما تنساش انك هربت يا اخي، يعني انت قدام الناس وقدام اهالي الارواح اللي راحت بسببك انت مجرم وكنت هربان. يعني ساعتك تهمني دلوقتي عشان عايز ارجع الحق لاصحابه؟ لا 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 لا، مش بتهمك لانك اساسا متهم وعليك حكم محكمه. شوف انا كل اللي اقدر اعمله معاك ان احولك للمحكمه، هناك بقى يبقى عندك فرصه انك تعرض المبلغ اللي انت عايزه، واذا قبلت الناس الديه ممكن اول حكم يتخفف عنك. لا يا اخي يا خسيس، لا يا اخي. أنا مش مصدق نفسي يا ملك. حاسس زي ما أكون بحلم. هتصدقيني لو قلت لك إن أنا قلقت فجأة على البلد؟ وبقيت خايف لما الناس تنزل الشوارع ونبقى بدل ما نحاول ندافع عن نفسنا نخرب البلد بإيدينا. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا محمد؟ طبعًا لأ. إحنا بنعمل الصح. شيل الأفكار دي من دماغك. وبعد ده كله انا متاكد ان في ناس هتطلع هتقول لك ان طارق دوت متمول من جهات اجنبيه. ايوه ومش بعيد كمان يبقى احنا كمان متدربين بره. طب ما اكيد هيتقال حاجات زي دي كتير، بس انا بقى متاكده ان حتى الناس اللي قاعده في بيوتها دلوقتي مستغربه من اللي احنا بنعمله، بكره يجي اليوم ويعرفوا ان هو ده الصح. تفتكري احمد يكون حاسس باللي احنا بنعمله دلوقتي عشانه؟ تفتكري يكون شايفنا؟ يا ريت الملك يكون حاسس، ويا ريت كمان كل اللي اتظلموا زي اكس يكونوا حاسين. اللي اتظلموا زي اكس كتير قوي يا ملك، كتير قوي. الله يرحمهم. الله يرحمهم كلهم. صباح الخير معاليك. انا رحت المجلس زي ما قلت لسعادتك. لا الموضوع مش مستاهل. نشأت ده زي اخويا بالظبط. انا قلت له عايز تتحاسب نتحاسب، بس قبل ما نتحاسب لازم تعرف ان ارض شرم الشيخ دي وارض سينا انا واخدها من 89، يعني قبل انت ما تتولد. انا معاك يا فندم، انا معاك. ايوه انا معاك. ايوه اشاركه. طب الارض دي متخصصه لي انا، اشاركه ازاي يعني؟ يا فندم انا مش بعاند ولا برد، انا بس عايز افهم يعني اشمعنى نشأت؟ ما هو عنده شركاته. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامه، مع السلامه. ايه الناس دي؟ عايزه ايه الناس دي؟ والله يا فندم من الصبح عاملين المظاهرات دي كده وقافلين الشارع. اه يا رب استر يا رب. هو اتعور حد من المعروف. ماشيين زي النمله. ولا لا ولا حاجه. يطلع مين احمد آسم ده؟ ما هو في النهايه تاجر مخدرات. هي الناس مش عارفه ولا ايه؟ لا طبعا نسيبها. الوزير قال الموقف تحت السيطره، وبعدين دول في النهايه ما يجوش اكتر من 1000 واحد. هننزل الامن مركزي الشارع ليه ونعمل شوشره. شويه وساوي ويمشوا. ايوه طبعا. تحياتي يا باشا، تحياتي للولد. مع الف سلامه. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا ليلى؟ انا اسفه دايما على الطلاق. ولا عطل على حاجه، خالد حكى لي عن موضوع المكسب الخليعه. انا عايزه الموضوع ده يخلص. هو في حد كلمك يا بنتي او هددك؟ الموضوع ده من عندكم. ايه الكلام ده يا بنتي؟ عيب اللي بتقوليه ده. لا مش عيب، هي دي الحقيقه. طيب اهدي بس، فهميني في ايه؟ حضرتك عارف ان عيله الجمل والحكومه قريبين جدا لبعض، ومن الطبيعي ان عيله الجمل يحبوا يفدوهم بعينيهم. ليلى انا بشتغل مع نظام، ماليش علاقه باشخاص ولا بالرئيس. لازم اتاكد من الموضوع الاول وبعد كده افكر في طريقه اجيبهم بيها. يعني انا المفروض استنى ان التوكيل بتاعي والمخازن بتاعتي تولع علشان اتحرك؟ اهدي بقى. انا فاهم الوضع، وتاكدي ان انا مش هسكت لو عرفت مني ولا الموضوع ده. انت بنتي ما ينفعش هزار. قولي لي بقى يا ستي، نزلت معاهم مظاهرات ولا عملت ايه؟ لا ما نزلتش معاهم مظاهرات. وعاجبك بقى اللي كانت بقى صاحبتك ده؟ كانت التقارير الطب الشرعي بشهاده الظباط، بالذمه ده كلام؟ والله ما بقتش عارفه ايه المفروض يعجبني وايه اللي ما يعجبنيش. بقينا عايشين في بلد الكذب فيها اكتر من الصراحه. بقت الدنيا كلها مصالح. في الاخر كده بقينا عايشين في الغابه، البقاء للاقوى فيها. ايه الكلام ده يا بنتي؟ بلدنا امان وزي الفل، واللي بيحصل في الشارع النهارده ده اكبر دليل على الحريه الديمقراطيه اللي الشباب اللي زي كانوا بيطالبوا بيها. مش عشان موقف شخصي تبقى البلد كلها بايظه. انا لسه عندي كلام يا ليلى. انت محتاج راجل في حياتك، حد يقف جنبك. والراجل ده خالد؟ خالد بيحبك دي حقيقه ما نقدرش ننكرها، بس هو عندك انت. وانا شايف انكم انتوا الاتنين النهارده محتاجين بعض اكتر من اي وقت قبل كده. برضه مش بترد. على فكرة مفيش مشكلة، ممكن تكون مشغولة أو حاجة. يا استاذ محمد الموتوسيكل مش مترخص باسمك، كده هتجيب لروحك والمدام ليلى مشكله. والله ما تخافي يا سمر، انا هاخد بالي كويس جدا، وبعدين اصلا انا هاخد الموتوسيكل من هنا هطلع على البيت على طول. طب استنى شويه لغايه ما ترد. طب بقول لك على حاجه، لما ترد عليكي سلمي عليها جدا جدا جدا، قولي لها بس ان انا خدت الموتوسيكل. صح كده. هتطين عيشتي. وبقى دوق عمايل ايديا عشان بقالي كتير ما عملتش الحاجات دي. الله تسلم ايديكي. قولي رايك. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جميل، دايب خالص. الحمد لله. انا بقالي يجي سنه ما عملتش الحاجات دي. احمد الله يرحمه هو اللي كان بيفضل يزن عليا يزن عليا عشان اعمل له كل اللي بيحبه. الله يرحمه. اما اقوم بقى الم الحاجات عشان ملك تيجي تاخدها هي واصحابها. طيب مش عايزه حاجه من تحت، انا خارج دلوقتي. رايح فين؟ والله عدى على محسن اخويا، هجيب منه قرشين كده يمشونا شويه. احنا هنفضل نستلف على طول كده؟ هعمل ايه بس يا سعاد؟ حتى فلوس الموتوسيكل خلصت. طب انا بقول يمكن مشروع ملك ده ينفع ويمشي يعني ويجيب لنا قرشين. مش هيكفي برضه يا سعاد. طب بقول لك ايه يا صلاح، ما تفكر تشتغل؟ انا مش قصدي والله، انا بس يعني عشان تسلي وقتك يعني. بعد ما شافوا ادوك كتاب ربنا يسهل. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا المظاهرات دي رجعتني 7 سنين لورا. انت عارفه ان انا كنت خلاص نسيت الشغل ده. انت عارفه ان في المظاهرات دي انا اتعرفت على عبد الرحيم الهناوي. ايه؟ كان بيقف معاكوا بوشه اللي شبه الاشكيف ده، هو ده يطفش الناس. اشكيف صح، اشكيف ايه بنت انت؟ ده كان الدكتور بتاعي في الجامعه. ساعتها كنا بنعمل مظاهرات عشان خاطر فلسطين والقدس. القدس اللي الناس نسيته في بلاويها. خلاص. في مره ظابط شدني وسال على بطاقتي. قلت له انا في كليه الحقوق، وعشان يتاكد راح الكليه، ومن ساعتها وانا حاسس ان هم ماشيين ورايا. كانوا بيراقبوك؟ والله مش عارف، بس اللي انا متاكد منه ان اسمي وصل لعبد الرحيم القناوي. بس الراجل بصراحه يعني كتر خيره، كان بيقف في وسط المحاضره ويكلم الطلبه كلهم، يكلمهم عني وعن شغلي، وكان بيجيب لي نتائجي، كان بيكلمني بنفسه، كانها لحظه تاريخيه بالنسبه لي. كاني نايم تحت كوبري وفجاه حد بيشدني ويقول لي تعالى تعالى نام في القصر. كان كلامه هادي وواضح، كان بيقول لي احنا هنا عشان خاطر مصر يا طارق، احنا بنحارب الفساد والرشوه والتخلف يا طارق. صدقت؟ ما كنتش تعرف ان هو أس الفساد؟ ما كنتش اعرف اللي لما عبد الرحيم القناوي الصحافه والاعلام، ما تعرفيش بقى هو اللي عمل كده ولا هي جت معاه، مش عارف. طارق انت عملت كل ده عشان فرح صح؟ كنت فاكر انك بالفلوس هتعرف تكسبها؟ جايز يا ساره، جايز عشان نفسي، مش عارف. انا كنت شايف الدنيا من وجهه نظر ضيقه جدا، كان نفسي الدنيا تبقى حلوه معايا. الدنيا ما بتمشيش حلو غير اللي له كبير وله ظهر، واللي مالوش كبير بيشتري له كبير. هو انا اللي هقول لك يا استاذ ما انت عارف كل حاجه. طب هنروح بعيد ليه؟ لعيبه الكوره اول ما بيبطلوا بيجي لهم حد كده هو وياخدهم ويلمعهم ويشيكهم ويدخلهم المجلس الشعبي. مجلس ايه؟ الشعبي المقصود يعني القناوي ده، هو زي ما زقوه ولمعوه انت كمان مزقوق عليه. ماشي؟ ماشي. لا هو واضح ان داليا الافلام عملت معاها قفله. افلام والله انا غلبت معاها، والله غلبت معاها يا ساره. والنبي ولا عامله لي قفله ولا عامله لي عمل، كل الحكايه ان انت بتبص تحت رجليك يا استاذ. خير البلد ده هي مش لينا، مش للغلابه اللي زينا، خير البلد ده هي اللي ناس معاها مفاتيح وبيجي لهم كل شويه باب يفتحوه بالمفتاح اللي معاهم، وساعه النصيب بقى ما تتعوضش. طب ان كان كلامي ده هو غلط، القناوي بيجري وراك لحد دلوقتي ليه؟ ليه بقى؟ أنا عارفة أنت هتقول إيه، هتقول لي عشان القضية، لا مش عشان القضية، ما أنت شفت أهو قدامك، دخل على ضمير الراجل الغلبان ده هو يعين أمه وخلاه يبقى مرتشي. القناوي ده هو بيعمل كده علشان أنت لك قيمة وعندك اسم ومتدون في الدفتر عنده، بس ما معكش المفتاح. شوف إزاي؟ معيش المفتاح، معيش المفتاح، والله يا دليل مش عارف أقول لك إيه بعد الشرح العميق ده كله يعني. والنبي ما تقول حاجة، بس أنت خد الكلمتين ده هما كده واتعظ بيهم، ما تدخلهمش من هنا هو وتطلعهم من اليمة التانية. ماشي. ماشي. طارق تفتكر قاسم عمل كده؟ باع المخدرات؟ ساره قاسم مات وسره معاه خلاص. كريم كلمني بيطلب مني اني اوقف كتابه، خايف حد يأذينا. انا مش خايفه، بس حاسه اني مستنيه حاجه مش عارفه هتحصل امتى. مفيش حاجه هتحصل يا ساره، طول ما انا وانتي واللي زينا فايقين وصاحيين وممكن برضه حاجه تحصل. طول ما هما بيسوقونا مخدرات وحشيش بيطلع من لحمنا ودمنا. طول ما في اغاني هابطه وافلام عره واخبار متفبركه ومضروبه وفتن. بذمتك انت حاسه ان في فتنه؟ انا مش حاسه، بس هما بيعرفوا ازاي يدخلوها في دماغ الناس. طبعا عشان الاعلام الخربان اساس البلد سوس كله. ساره انت لسه خايفه؟ امال انا اعمل ايه؟ انا بعد اللي عملته ده انا حاسس ان هم يخشوا عليا المكتب يكسروه فوق دماغي ودماغي اللي خلفني. مين دول؟ طب والمصحف خليهم يهوبوا كده ناحيه المكتب ولا كلهم بسنان؟ بالراحه ده بالراحه. هذا وعلى مدار اليوم استمرت المظاهرات المطالبة بمحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الشاب أحمد صلاح قاسم، وذلك حتى آذان العشاء. من ناحية ازيك يا محمود؟ الحمد لله. طمني فرح عامله ايه دلوقتي؟ بيقولوا حالتها مستقره ومستنيينها تفوق. ايه ده؟ مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ محمد رجب مودي اللي كنت بتسالني عنه لو مقتول امبارح بالليل. مقتول؟ ومش كل قتله؟ لا ابدا، بس قالوا حالتهم صعبه قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سمعت إنك حضرت الجلسة. أيوة حضرت، ورديت على نشأت بكل صراحة. كان لازم حد يرد عليه بصراحة. كلمت الراجل الكبير زي ما اتفقنا؟ أيوة قابلته، بس قال لي حاجة مش فاهمها. قال لي قابل نشأت واخش معاه في الشركة. نشأت نصر الدين شكله داخل معاهم بالجامد قوي. والله دي مشكلتهم هما، مش مشكلتي أنا. أنا لا يمكن أوافق على الكلام ده. يعني إيه؟ هتقول لأ؟ انت عارف هما ممكن يعملوا فيك فيها محمود، خد بالك. ممكن يمسكوك بقى من ايدك اللي بتوجعك ومن اين لك هذا وبتاع والكلام الفاضي ده. يعملوا اللي هما عايزينه. انا كل ما بشوف فرح قدامي وهي في الحاله دي بقولها انا بقالي ايه اعيش علشانه؟ مفيش يا عبد الرحيم، مفيش حاجه. شوف يا محمود، أنا عايزك تتأكد إن أنا مش ممكن أسيبك بأي حال من الأحوال، بس عايز أديك نصيحة. عشان ترد لازم تجهز الرد، لأنهم بيجهزوا رد الرد. يا عبد الرحيم، اللي هم عايزينه هيعملوه. أنا مستني بس اللعبة دي هتوصل لفين، وأنا مستني للآخر. استنى يا محمود يا اخويا، استنى. متشكرين يا دكتور. العفو يا ست، على ايه؟ يلا بقى اطلعي انت دلوقتي بسرعه عشان انا لازم اخبي الموتوسيكل دوت احسن ما تشوفه. اه بس تعمل حسابك هتفضل تلف بيا والا هفتن عليك عندها. تفتني عليا؟ اه. انا اللي بقول عليكي غلبانه وطيبه. شكلك ما تعرفنيش خالص. طب يلا اطلعي. مالك يا ماما؟ مالك في ايه؟ ايه يا ماما في ايه مالك؟ بتعيطي ليه؟ اخوك مات ازاي يا محمد؟ اخوك مات ازاي يا محمد؟ اخوك مات مقتول يا محمد. ماما ما كانش ينفع. استنى بس يا محمد. قتلوه ليه؟ قتلوه ليه؟ حبيبي يا ابني. انا عرفت انه مات بموتوسيكل، احتسبته عند الله. لكن كوني اعرف انه مات مقتول. اخوك مات مقتول يا محمد. يقتلوه ليه؟ ابني يقتلوه ليه؟ ابني يتقتل ليه؟ يحرموه من حق الحياه ليه؟ يحرموني منه ليه؟ ليه؟ ليه يا محمد ليه؟ هو عمل ايه؟ عمل ايه عشان يقتلوه؟ طب اهدي بس يا ماما. عمل ايه عشان يقتلوه؟ هقول لك اهدي يا حبيبي يا ابني. يا ماما افهميني. يا حبيبي يا ابني. احنا ما كناش ينفع نقول لك في ساعتها عشان بس كنا بس بلاش كذب بقى. كفايه كده. يا حبيبي يا احمد. الديابه بتنهش في الاحمد. بينهشوا في جدتك. الكلاب بينهشوا في جدتك. وانا قاعده لا حول لي ولا قوه. مش عارفه اعمل ايه حبيبي. مش عارفه اعمل ايه. هقول لك بس افهمي يا ماما. حبيبي ماما احنا اصلا كنا ماما 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 صباح الخير يا استاذ. صباح النور. بقول لك يا داليا، ما تعرفيش حسام فين؟ ما اتصلش؟ لا، من ساعة ما كانوا مستخبيين عندك هنا من وقت الانتفاضة، وانا لا شفت لا حسام ولا ابراهيم. ابراهيم ايه؟ كريم. تلخبطتيني، انا مش ناقص اصلا. مالك يا استاذ؟ متقدر كده هو انا على الصبح كده ليه؟ الواد اللي كانوا بيدوروا عليه اتقتل. اتقتل؟ يا لهوي. يكونش هما اللي قتلوه؟ قتلوه ايه يا بنت انت؟ كفايه شغل الافلام. اهو امن الدوله، انا قلت لك هما اللي قتلوه، شوف هتقول ايه. سلمتينا يا داليا. شريف بيه، اهلا وسهلا. هما فين؟ هما مين؟ استاذ طارق، انا بحترمك، مش عايز اعمل لك شوشره في المنطقه بتاعتك وادخلك ظباط، لكن اقسم بالله هتلف وتدور هبهدلك. تبهدلني؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه اساسا. كريم جورج وحسام المصري عندك هنا، انت مخبيهم. خش خش جوه، جبت لنا الفقر. خشي شريف بيه. اعتقد دخولك كده محتاج اذن نيابه، واعتقد انت عارف ان الحاجات دي سهله وممكن اجيبها بالتليفون. هات من الاخر، هم عندك؟ كانوا عندي اه، مخبيهم. لا انت عارف ان انت مش ناقص بلاوي اليومين دول. مش فاهمك. انا عرفت انه كريم وحسام عندك من المخبرين اللي كانوا بيراقبوك. مخبرين بيراقبوني؟ حلو ده، انتوا ابتديتوا ها؟ امال فاكر ايه؟ هيسيبوك كده؟ يسيبوني ما يسيبونيش، انا مفيش حاجه مخبيها اساسا، انا موجود في وسط الشارع، يعني الكل شايفني. وانا ما تفرقش معايا وقفه الشارع بتاعتك دي. انا عندي واحد هربان والتاني مشتبه فيه انه قتل محمد رجب. طب وانت ايه اللي مخليك متاكد ان هو اللي قتله؟ المطوه لقيناها في شقه الست الروسيه وعليها بصماته. والجورنال عندك على الترابيزه، لو ما قريتوش اقراه. شكلك قريته.